ترأس محافظ محافظة تعز نبيل شمسان لقاء موسعا ضم قيادات السلطات المحلية والقضائية والمكاتب التنفيذية والأحزاب السياسية والاجتماعية والشباب والمرأة لمناقشة مستجدات فيروس كورونا في تعز. تفاصيل في تقرير الذي أعدته الزميل نعيم خالد. ترأس محافظ محافظة تعز نبيل شمسان لقاء مع قيادات السلطة القضائية والتنفيذية بالسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية والقيادات الأحزاب السياسية والاجتماعية، وذلك لمناقشة مواجهة فيروس الكورونا بالمحافظة مع إيجاد منظومة متكاملة في مواجهة كيفود 19. وهنا نقول ونكرر القول أن تنمية الوعي وتوجيه الخطاب الإعلامي نحو أهمية وحدة أبناء تعز باعتبارها هي نقطة الأساس والانطلاقة الأولى والكفيلة بالتعامل مع كل التحديات، وفي المقدمة تحرير تعز وفيروس كورونا ومواجهة أيضا بقية الأوبئة. ومن هذا الواقع المؤلم الذي أوجده هذا التفرق وهذه الفتن والمكايدات وتوظيف كل قدرات وطاقات وإمكانات تعز وأبنائها نحو الكيد لبعضنا البعض، ووصل بنا الحال إلى عدم التفريق بين ما يضر تعز وما يضر الشخص المستهدف من الإساءة. كل ذلك وللأسف نقل تعز تدريجيا من القوة إلى الضعف، ومن الغنى إلى الفقر، ومن الأخوة إلى العداوة، وخلق بؤر بركانية قابلة للانفجار في أي لحظة. وأثري اللقاء بالعديد من النقاشات التي تخدم على عملية الحد من الانتشار من الوباء الكورونا في تعز، مع معرفة الوضع الوبائي القائم في المحافظة. بالنسبة لأعداد الحالات المصابة المؤكدة من المختبر المركزي لفيروس كورونا المستجد 53 حالة، وعدد الوفيات 13 حالة في محافظة تعز. وأيضا ما أعلنته اللجنة العليا للطوارئ، اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، فهذه الأرقام التي أعلنت بشكل رسمي هي ليست الأرقام التي تعكس حقيقة الواقع. ما يوجد في الواقع أكبر بكثير من هذه الأرقام، قد تكون الإصابات بالمئات والآلاف، والسبب يعود في ذلك أولا إلى شحات المحاليل التي تفحص وجود الفيروس، وتقوم عملية الفحص فقط للحالات التي تظهر مضاعفات حادة للوباء، أما المختلطين والمشتبه بهم لا نقوم بفحصهم بسبب شحة الإمكانيات وقلة المحاليل. أيضا أن أغلب المواطنين يتخوفون من مسألة التبليغ عن حالاتهم والأعراض التي يصابون بها. وأيضا النقطة الأخرى أنه في مناطق الحوثيين لا يتم الإعلان عن حالة كورونا ولا عن حالة الوفيات، هناك إخفاء متعمد للمعلومات والبيانات في هذا الخصوص. أثبت كيفويد 19 بأنه المرض الوحيد الذي يتنقل عبر القارات بدون أي حدود، ولكن مرض قاتل، ولا بد الاهتمام برعاية والأعمال الاحترازية لسلامة المواطنين. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.